السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. نرجع بفيديو آخر من ملخصات قناة خواطر فكرية لبرنامج الحاج وعد اللامي، وهذه المرة مع قصة استبصار. فهذا الفيديو راح يكون 2 في 1، قصة استبصار، وأيضا نرجع لتلخيص برنامج الحاج وعد اللامي السؤال بريء، وأيضا في 3 سبب التشيع، سبب التشيع كان بسبب الأخ ذو الفقار المغربي. هذه المناسبة وهذا الفيديو بالتأكيد سيكون مميز جدا لما يشمل حقيقة من أولا تلخيص، ثانيا ذو الفقار هو السبب، وأيضا والأهم قصة استبصار لنور محمد وآل محمد. راح نترككم إن شاء الله مع قصة الأخ علي العاني والذي كان سبب تشيعه، نعم بسبب ذو الفقار، لكن السبب بعد قراءة كتبه وبعد قال بكل اختصار: أنا لا أتحمل أن يكون القاتل والمقتول في الجنة. وهذه مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهذه أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، دائما ما يبينون هذه النقطة. أيها الشخص المخالف، فقط حكم عقلك، كيف يكون القاتل في الجنة والمقتول في الجنة، واثنينهم رضي الله عنهم وارضاهم، واثنينهم رضي الله عنهم وارضاهم، واثنينهم عدول؟ هذه ليست مسألة تحتاج الى شخص يختلف مع الشخص الاخر لكونه شيعي. الشخص الشيعي دائما ما يطرح انه عدالة الصحابة، الشخص الجيد في الجنة والشخص الغير جيد في النار. كل شخص وكل شخصية تحاسب ويدرس تاريخه، وبعدها يحكم عليه الشخص وبعدها يتبعه أو لا. تكلم أيضا بخصوص موضوع إرضاع الكبير، وأيضا تكلم بخصوص عند مزار الكاظمية المقدسة. نترككم إن شاء الله مع توام الاتصال ونرجع بالتعقيب إن شاء الله، وأتمنى أن تشاركون هذا الفيديو لأن جدا مهم. طيب، عندي من ألمانيا، أنا تأخرت جدا من ألمانيا أظن، تفضل أخونا ألمانيا. أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حج وعد الله يسعدك، شلون صحتك؟ الله يبارك فيك ويحميك من كل سوء. والله الله يسلمك. والله أني شرفني أنه أتشيع. أنت سني؟ نعم. طيب، شو سبب التشيع؟ أسباب هواي، السببين الرئيسيين للفقار المغربي وحضرتك على مقضية عائشة، أبو بكر، عمر، عثمان. إحنا عشنا حياة نحب القاتل والمقتول، نتربى على معاوية وندعي بحب علي. أنا وصلت العمر 38، ما أقدر أحب القاتل والمقتول. نترضى على من ظلمت النبي، رفعت صوتها على النبي. خلصنا عمرنا نقول أم المؤمنين اللي تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أكلت مغافير؟ كذبت على رسول الله. لا نقبل أحد يجيب سيرة أم المؤمنين عائشة وهي ظالمة، الكتبنا تقول ظالمة، كذابة، منافقة، مشتركة يجوز بقتل رسول الله. ما أعرف، أنا رجل شيخ سني، أعطي بس اسمي وعشيرتي، بس ما أقدر أعطي أكثر من هاي معلومة. أنا عايش بألمانيا، اسمي علي العاني. فلما درست كتبي عرفت أنه كل شيء في كتبنا غلط. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فرآها تربع ابن أختها، وابن أختها كانت ربع ولا غلطان مدارس عدل، زين هو العفو أخوها بالرضاعة، زين هو أخوش بالرضاعة، ليش ترضعينه؟ أنت مرة ما مخلطة، زين إذا عائشة ما كانت مخلطة ليش ترضع؟ الرضاعة معناته أنه التقام الثدي بالفم وشرب الحليب، بس غلام يافع طفل كبير ما لي دخل، بس انت مرأة ما مخلطة يعني ما عندك حليب. نحبه عمرا، وعمر
ينظر إلى نساء النبي عندما يخرجون من الخلاء اللي نزلت بها آية الحجاب. نحب عمر، نحب عثمان اللي قتلوه قتل شنيعة وبقي على ما أنا أذكر 3 أيام ما قدر يطلعونه حتى يدفنونه. وبعض الروايات تقول بالمغربية أو ورا المغرب خلوه على الخشبة وهرولوا حتى ضرب رأسه على الخشبة. أي حب هذا؟ عشنا حياتنا مخادعين، عشنا حياتنا في كذب. نحب من تكره رسول الله، نحب من يكرهون رسول الله صلى الله عليه وآله، نحب أناس حاربوا رسول الله. فأي دين كان كنا ماخذينه احنا، أي صلاة كنا ماخذينها، نكره الناس كلها. اللي يجيب طاري عرض النبي نقتله نذبحه. وشوف التشيع، يقول لك تفضل احكي، هذاك مزور ايميلات، هذا كذاب، هذا قاتل. ويا هاي السنة ترجع إلى التشيع. أنا طبعا راح زرت بغداد، أكو الإمام الكاظم ويا حضرتك، نعم معك. زرت الإمام الكاظم، والله كنت أعتبركم فسقة كفرة عبادة الأصنام تعبدون القبور. بس أول ما دخلت إلى هذا الإمام العظيم قريت بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لما قريت الزيارة قريت اللهم إني أشهد إنه عبدك، ما قريت هذا رب. لما قالوا نصلي صلوا أنتم الشيعة إلهم، شفت القبلة ما لها دخل الإمام. لما أقرأ الزيارة أو دعاء كميل، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. احنا ما عندنا شيء السنة، عندنا عائشة وعمرا وعثمانا وأبا بكر. ايش قد ما اريد اطلع لهم شغلة حلوة ما اقدر. اشجع شغلة سواها عمر بن الخطاب وان جاي يحكي الدمعة بعيوني، اشجع شغلة سواها قتل قملاية بالصلاة. اي شجاعة نتكلم عنها؟ وانظر الى علي بن ابي طالب، انظر الى داح باب خيبر، انظر الى زوج من هو، ابو من هو، جد من هو، اخا من هو، ابن من هو، وانظر الى سلالة عمر بن الخطاب. يكفي نضحك على روحاتنا، يكفي نقشمر روحاتنا. الدين الصحيح الإسلام عند الله، والمذهب الصحيح المذهب الذي يحب الذي أذهب الله عليهم الرجس. طيب هذه الحقيقة. طيب إذا تسمح لي، أنا حاربت نفسي لسنين طويلة، تراني قررت هذا القرار بعد ما حاربت نفسي لسنين، درست وحفظت الأحاديث وعرفت الشيعة شنو هم. الشيعة بمجرد ناس يؤمنون بالله ورسوله وأئمته، ما عندهم غير هذا الشيعة. لا عندهم قتل، لا شفنا إرهابي شيعي، لا شفنا إرهابي فجر روحه، لا شفنا إرهابي ذبح، لا العفو شيعي ذبح، ما شفنا. شفناه بس عندنا احنا السنة. العراق تدمر، البلدان العربية بها الإسلام، الشيعة تدمرت لأنه السنة دمروا الأول والتالي. وترجع نشوف انه كل الارهاب يجي من عندنا احنا السنه. طيب اذا ممكن اسالك سؤال، اذا ممكن بس تسمح لي، انت عندما قلت انك في المانيا، الانترنت يعني جوده الانترنت، الوقت، سعه الاطلاع، شو اول نافذه اعلاميه او اول كتاب او اول شيء اثر فيك حتى ينقلك من هذه العقيده الى عقيده اخرى؟ قبل 5 سنوات كنت ناظر واحد تركيا على الشيعه والسنه، شفت غلط فيه، فاجى تحت ايدي كتاب ما اذكر اسمه بالضبط، بس الى احد الائمه الشيعه، اكو 14 كتاب يسمونه المعصومين او هيك شيء، ما اذكر بالضبط اسم الكتاب. فقريت سيره معصوم عمره 25 سنه، ما اعرف بالضبط من هو، بس عمره 25 سنه واصغر الائمه عند الشيعه. نعم. فلما قريت الزهد والنوب في آنها، قريت الكتب كل اللي نزلت يعني بالانترنت اللي عندي، فبديت اقرا. ظهر لي الفقار المغربي الله يطول بعمره، والنوب ظهرت حضرتك. لما شفت حضرتك تعطي مجال للمتكلم يتكلم فقمت ادرس من وراكم. اللي اذاني لما حضرتك قلت
قبل فترة على عائشة، كيف ما هي مات المغافرة، لا أتذكر المحاضرة اللي لقيتها. فلما رجعت الكتب ما شفت موجودة عندنا، كذبت على النبي، هذا كذب صريح على النبي. بعدين لما رجعت إلى الرضاع الكبير اللي دمرني، مو يقول احنا السنة عندنا انه عائشة كانت ترضع الرجال، او الغلام اليافع، ما نريد نقول الرجال، الغلام اليافع، هذا شيء صحيح ولا ليس صحيح عندنا نعم نعم احنا السنة؟ نعم زين، عائشة مخلطة انت اطفال؟ لا لا، صدرها ميد حد، شلون ترضع؟ اريد اقتنع بس بهاي، عقلي اللي راح يتوقف بوقتها كان، اريد افتهم شلون عائشة امرأة لم تنجب فكيف يكون في صدرها حليب؟ فأصبحت الغاية لغير شيء. لو كان في صدرها حليب نقدر نستست احنا السنة، نضمن السالفة. بس لما ارجع اني كإنسان مسلم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، لما اشوف عائشة ما حبلت، عائشة ما خلفت، عائشة ما عندها حليب، الا تربعين الكبار، الغاية من الرضاعة شنو هي؟ الغاية شنو هي؟ فمن الطبيعي أدخل بديننا أكثر، أتابع برامجك، أنا أكثر شيء برامج حضرتك وبرامج الأخذ الفقار المغربي، الإنسان الرائع اللي حضراتكم جاي تطون الحق باليد. فرجعت على كتبنا، جبت صحيح البخاري، جبت مال شغلات مال ابن تيمية، جبت هواي كتب، يعني قريت عندي تقريبا ما يقارب 50 60 كتاب. فقريت الفتاوي اللي عندنا مثلا أكل لحم الزوجة، يعني انا زوجتي ما اعرف لا تخلط لي، تطبخ لي، تمسح لي، وانه لما نجي اكلها. الشيعه عندهم رفقا بالقوارير، الشيعه عندهم الزوجه لها في الاحترام، احنا عندنا لا، قطع قسم من جسمها وكذا، مو هذا احنا عندنا هذا السنه. هذا كله دخل براسي، حطم حياتي، مع ما زوجتي شيعيه، بشوفها لما تدق ايديها على رجليها ورا ما تخلص، ما تقول خان الامين، تقول الله اكبر الله أكبر الله أكبر. أشوف زوجتي تقول صلى الله عليه وآله، أشوف زوجتي تقول اللهم صل على محمد وآله، أشوفها تعلم أطفالها الحق، والله خجلت من روحي. هذا اللي أثر بي، اللي قررت قرار هذه الليلة عندكم أنتم الشيعة ليلة الجمعة وليلة دعاء كبير عندكم. نعم فأريد في هذه الليلة المباركة أدخل إلى الدين الشيعي وليس المذهب الشيعي، لأن أنتم الشيعة دين صحيح، أنتم الشيعة دين صادق، دين جميل، ما خرجت شرا ولا بطرا، إنما خرجت الإصلاح في أمة جدي الحسين الذي قتله يزيد، إحنا نترحم له. يزيد ابن من؟ يزيد ابن من؟ ابن معاوية، معاوية ابن أبو سفيان، الملعون ابن الملعون ابن الملعون. أنا ما أعرف شلون كنت أحب معاوية، يرجع يطلع لي هذا محمد اللي بقناة الصفا، محمد ما أدري شو يسمونه، هذا اللي بقناة الصفا دائما يطلع محمد عاصي أو هيك شيء، يقول لك فئة عديف هي الفئة الباغية، يعني وصلنا نكذب رسول الله على مود ننصر معاوية إلى هاي الدرجة؟ بعد ما عندنا دين نحن السنة ننصر معاوية بمسبتنا وتكذيبنا لرسول الله؟ ليش رسول الله ما قال لا يا عمار صدقت لك الباغية؟ معاوية لم يقتل عمار، قتل عمار، وصلت إلى درجة نقول فئة علي بن أبي طالب باغية؟ لا والله، لا والله، فئة معاوية باغية، ويزيد كافر، ومعاوية كافر، وأبا سفيان كافر، وما أريد أقول الباقيات، كل من ظلم محمد وآل محمد كافرين، قسما عظما بذات الله ورسوله، والدمع تجري في عيني، الله لم يقصد بآية القرآنية آية الرجس إلا من كان الخمسة تحت العباء. رسول الله لما نزلت الآية من المباهلة أنفسنا وأنفسكم، هذا علي، احنا نقول عمر بن الخطاب يقول أنثر القمح في رؤوس الجبال حتى لا يقولوا جاع الطير في بلاد المسلمين، اكتشف آني قالها علي، الله أكبر.
ليش عمر لما انضرب قال قتلني ابن الكلبة وابن الكلبة وابن الأعجمية وهالشي. أما علي عندما ضرب قال فاستغربت كعبة، فأريد أدخل في يوم ليلة مباركة إلى دين مبارك يحب محمد وعالمه. اللهم صل على محمد. لما أسمع الشيعة، لما نسمع الشيعة يقولون اللهم احشرنا مع محمد وآل محمد، أنقهر أقول ليش مو أني أنحشر مع محمد وآل محمد، مو أنا سنة رسول الله. طلعت لا عمي، إحنا مو سنة رسول الله، إحنا سنة ابن تيمية محمد عبد الوهاب، إحنا سنة القتلة والفسق ومن كذبوا على رسول الله، إحنا سنة من ظلموا رسول الله، إحنا سنة من ترضع الرجال وهي لم تنجب، احنا سنة اللي كانت ترضع الرجال وهي ما مخلفة اصلا وصدرها ما بي حليب، احنا سنة من قالت لمحمدا هل اكلت مغافيرا عند زينب بن جحش لما كان ياكل عسلها. احنا مو سنة هذول لا. ليش بس انتم الشيعة تدخلون مع محمد وعلى؟ ليش بس انتم الشيعة تقولون اللهم اشفع لي شفاعة الحسين يوم القيامة؟ انا اريد ادخل في ضمن شفاعة الحسين، أنا أريد يوم القيامة أقابل عليا ورأسي مرفوع، أقابل بنت النبي ولم أرضى على من سلب حقها، لم أترضى على من كسر ضلعها، لن أترضى على من ظلموها. وفاطمة الزهراء هي التي قالت أو خاصمت عمرا وأبا بكر حتى ماتت. قرينا التاريخ، مو تعلمنا الكتب، مو فلسنا الكتب، مو ما طلع العمر غير كتلة قمضة 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 لك تقتل قملا في الصلاة. أنا أعرف واحد بالصلاة يقول أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا وشكرا إلى الله سبحانه وتعالى، أحمد الله وأشكره وأعبده، مو هذه الصلاة؟ زين أنت عمر جاي تصلي لو تقتل قمض، يعني انا هسه خلي مرات اسويها، اريد اجربها، اشوف والله صحيح كان يسويها عمر، يعني اصلي بعد وين الخشوع؟ وين الخشوع؟ كان ادور قمض براسي واقتل. زين انت عمر لما ما حفظت سوره من القران 12 سنه، قران نزل لعلي، هذا دين الحق. عليا وفاطمه والحسن والحسين وزين العابدين و نعمت الله على الشيطان ومحمد الباقر وجعفر الصادق وعلي بن موسى الرضا والجواد والعسكري والإمام الذي يظهر ليملأ الأرض قسطا وعدلا. ألم يكن رسول الله في كتبنا نحن السنة سيظهر التاسع من آل الحسين يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. نجي إحنا نضحك على واحد صار 1400 سنة أو 1200 سنة بسرداب وياكل عسل، ما مكتوب عند الشيعة بسرداب، إحنا طلعناها عليكم أنتم الشيعة، ما مكتوبة، مكتوب غائب عند الله. لعد نحن نتقبل على عمر تنزل آيات الله عليه ودخل إلى طخوم الأرض السابعة وحارب الجن، يعني عمر طلع جريندايزر ينزل إلى تخوم الأرض السابعة ويحارب الجن ونصدقها، بس مع الإمام معصوم منزل من الله خليفة الله في الأرض غائب ما نصدق. يونس عليه السلام بقى في بطن الحوت نقبلها، فلان الرفع، فلان صار كذا، عيسى يحيي الموتى بإذن الله، كلها نصدقها، بس لما توصل شغلة لكم أنتم الشيعة لازم ما نصدقها. لما نسمع حضرتك، لما نسمع ذو الفقار المغربي ما كذبتوا، يعني الله يشهد في هذه الليلة المباركة أمام الله ورسوله لن تكذبوا ولا بكلمة. أناس محترمين متربيين مقدرين طيبين طاهرين، والله حلال عليكم يوم القيامة وقوفكم أمام الحسين، والله حلال عليكم. فأنا رجل أريد أن أقف شامخا أمام الحسين، أنا ما أريد أترضى على قاتلي الحسين. الحسين عليه السلام مثل ما تقولون لما خرج إلى يزيد قتلوا أطفاله، مش قصة صعبة لما أنا أجي أسمع معصومة أو بنت ما أعرف اسمها اللي ماتت على رأس أبوها، وهذا اللي إحنا عشناه، وهذا اللي إحنا قريناه، وهذا اللي إحنا درسناه.
أنظر مقدومية الحسين سلام الله عليه، وأنظر مقدومية عثمان كيف قتل. مو يقولون الذي ليخرج على خليفة الله أو الخليفة الشرعي فهو كافر؟ فعائشة كافرة. ورسول الله يقول للنساء قللن أيكما تنبح عليكن كلاب الحوأب، عندما نزلت عائشة إلى الماء فسمع صوت الكلاب فقالت يا زبير أو يا طلحة عند أي ماء نحن؟ قال عند الماء ما أذكر الاسم ماله. قالت فسمعت رسول الله قال كذا وكذا. كافرة، آية في جهنم. زين، إلى متى نبقى إحنا ندافع على الغلط؟ والله نعرفه، أقسم بالله يا شيخ أو يا أستاذ وعد، والله نعرف إحنا باطلين، إحنا نعرف إحنا غلط، إحنا نعرف إحنا حرفنا القرآن. مو نتهمكم أنتم شيعة تحرفون القرآن، إحنا مو نتهمكم هذا الشيء. لو لا تقولون القرآن ليس كامل، إحنا بنفس الشيء قلنا، إحنا قلنا البسملة ومن القرآن. الداجن وما أدراك ما الداجن، صلى الله على الداجن وآله اللي أكل الآيتين من رضاع الكبير وآية الرجل. تدخل إلى دخلت إلى الشيعة شفت حياتهم، ولكم أنا عايش ويا مرة شيعية لن تخطئ. لك لما نصلي من كل قلب تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، أنا عمري ما لفظتها كاملة، والله تعلمت منها. كل سؤال امرأة، لك امرأة بذكاء عشرة رجال تجاوبك على كل سؤال بهدوء ببركة، تقول لي أقول ليش تصلين على تربة؟ طلعت لي ألف حديث إنه رسول الله يقول صلوا كل ما يخرج من الأرض والتراب من الأرض، بس لأنه مباركة هذه التربة أو تربة نجف أو تربة كربلاء فنصلي عليها، ولا تقدر تصلي على التراب، تقدر تصلي على الخشب، تقدر تصلي على الورق. فإذا تسمح ربك يشرفني أني إنه الطريقة أنا حافظها تقريبا جدا، شلون الإنسان يدخل إلى هذا الدين الشريف وشلون يتبرع على الدين اللي ما أقدر بعد أتحمله. زائدا إذا خلصنا اليوم بخير وسلام إن شاء الله، أقرز دعاء كميل وسأنام مرتاح البال بعد 38 سنة عمر وبعد 6 سنين حرب مع نفسي. طيب، حرب وصلت لهذا القرار. طيب، اليوم الخميس ليلة الجمعة فلنتشهد الشهادات الثلاثة، توكل على الله. يا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن عليا وأولاده المعصومين بالحق حجج الله. وأشهد أن عليا وأولاده المعصومين وأولاده المعصومين حجج الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإن شاء الله تكون، إن شاء الله تكون ممن دائما يقرأ دعاء كميل وتحل عليك بركة أمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا يوم مبارك، وهذا يعني يبين للناس دور الإعلام، دور الأخذ والفقار المغربي، دور الأخوة ميثم الموسوي أحمد الإمامي، الأخوة اللي في هذه القناة، دور كل الذي يساهم بخدمة محمد وآل محمد. لو لم يكن إلا هذه الثمرة والثمرات التي ترونها لكفانا فخرا أن نقف أمام الزهراء عليها السلام ونقول لها سيدتي فاطمة هذه بضاعتنا. وإن شاء الله أنت من الأمور التي سنقدمها بين يدي الله تبارك وتعالى، ونقول له رب، إيه رب، هؤلاء هم الذين انتقلوا من مدرسة إلى مدرسة محمد وآل محمد. جزاك الله خير الجزاء، وسأل الله أن يستر عليك، وإن شاء الله اليوم تصلي الصلاة وقلبك مطمئن، وتقرأ دعاء كميل وقلبك مطمئن، وسترى برد محمد وآل محمد طيبين الطاهرين. جزاك الله خير الجزاء، أشكرك وبارك الله بك. الله يحميك. إذا تسمح لي أريد لمدة 10 ثواني أو 20 ثانية أنصح كل الإسلام نصيحة، إذا تسمح لي. تفضل.
الإسلام ليس فقط الصلاة والصوم، الإسلام ليس محبة قاتل ومقتول، الإسلام معرفة الله عز وجل، الإسلام معرفة الأئمة والخلفاء، الإسلام معرفة الذي ضحى إلى الإسلام والذي يأخذ مالا لكي يدمر الإسلام. فيا أخوتي السنة، أنا رجل دخلت التشيع بكامل إرادتي أمام الله ورسوله، فأنا أستحي يوم القيامة أقف أمام الحسين سلام الله عليه وأنا داني الرأس. فيا أخوتي السنة، أقركتكم، لأن أنا بعد الشهادتين طلعت من دينكم، أقركتكم استفسروا بهم، انسوا هذول الخزعبلات الوساخات اللي جاي يطلعوا بالقنوات مزورة الإيميلات وغيرهم، بينكم وبين نفسكم كونوا صادقين، ذاك الوقت تشوفون الحق. اقرأ كتاب الله واسمعوا إلى الطيبين، ذاك الوقت تشوفون الحق. أين مع كل حب واحترامي إليك أستاذنا، الله يوفقك ويوفق الجميع، يبارك فيكم بحق هذه الليلة المباركة، والليلة إن شاء الله بعد قراءة دعاكم عيد راح أصلي أول صلاة الحق وأنا مرتاح، وأدعي لك إن شاء الله يوفقك في الدنيا والآخرة ويجعلك ميزان حسنات إن شاء الله. رحم الله والديك. طيب أنا أعطي الكلمة للسيد ميثم والشيخ أحمد الإمامي، إذا يتفضل السيد أو الشيخ أحمد تفضلوا كلمة، بارك الله بكم هاي المناسبة الطيبة. تفضل أبو باقر. أبو باقر ما موجود؟ طيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين قيام يوم الدين. حياك الله أخونا العزيز الكريم الفاضل، وحيا الله هذا الطيب. الله يبارك فيك، الله يحفظك. حقيقة تشيع أو استبصار من هو مثل هذا الفكر ومثل هذه الثقافة ومثل هذا الاطلاع، يعني حقيقة تشيع يسر القلب، لأنه تشيع عن تبصر، تشيع عن معرفة، تشيع عن اطلاع، فنكون أسعد ونكون نعم ونكون أسعد بتشيع من أمثالك من الناس المثقفين المطلعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لك الثبات ولنا الثبات ولجميع المؤمنين الثبات على ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى البراءة من أعدائه من الجن والإنس إن شاء الله. حياك إن شاء الله، قريب منهم إلى يوم القيامة. جزاكم الله خير الجزاء، وختامها مسك إن شاء الله. أنا أصلي على محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد. حياكم الله من جديد، حياكم الله من جديد. رحلة جدا جدا رائعة من هذا الأخ وهو يروي هذه القصة العظيمة لنور محمد وآل محمد. الأخوة الجدد على هذه القناة، دائما ما تكون قناة خواطر الفكرية مهتمة ببرنامج الحاج وعد اللامي، وبالتأكيد محاوري ومشايخ الشيعة معهم، لكن لأنه هذا البرنامج يوفر مادة جدا جدا كبيرة، مادة جدا كبيرة من اتصالات، من قصص متشيعين، من خلينا نقول نقاشات حادة والكثير والكثير. لذلك قناة خواطر الفكرية هي مخلية برنامج سؤال بريء هو الأصل بالتلخيص والترويج. أما باقي الردود مثلا الشيخ أحمد سلمان حفظه الله، أيضا ردود الأخ أو الأستاذ عقيل العراقي، الشيخ أحمد سلمان، عفوا الشيخ أحمد الإمامي، الشيخ أحمد الجعفري والكثير، عندما نجد رد مناسب سنروج، لكن بصورة عامة أنه كانت خواطر فكرية مختصة ببرنامج السؤال بريء. ونعيد ونكرر أن الطريقة هي كالآتي: أولا قناة خواطر فكرية، أنا مضطر حقيقة أنه أشرح، لأن يوم بعد يوم القناة يأتيها مشترك جديد أو مشتركين جدد، بالتأكيد يجب عليهم أن يجب علي أن أشرح لهم طريقة سير القناة وطريقة عمل القناة حتى يعرفوا يشتركوا أو لا يشتركوا أو لا. قناة خواطر فكرية تعطي مقدمة للاتصال أو للفيديو، تصف بعض من الفيديو الذي سنسمع مثلا بمقطع صوتي أو في بعض الأحيان بمقطع مرئي للحالات الاستثنائية والحالات الخاصة، وبعدها يرجع بتعقيب خاص، وهذا التعقيب دائما ما أكرر وأعيده
انه هذا التعقيب نعم قد يهم جميع الاشخاص، قد لا يهم ولا حتى شخص واحد، لكن اقول انه هذا التعقيب هو تعقيب بداخلي، يجب ان اشارك الفكرة ويجب ان ابين رأيي بهذه الفكرة. فاي شخص حب يستمع فقط الاتصال ودخل لمجرد الاتصال فانت الان امام خيارين، اما تكمل وياي التعقيب او تخرج وانت شخص مكرم على راسي. مثل ما استمعت الى هذه القصة العظيمة، واني اكثر شيء جذب نظري هو اولا ان الشيخ علي العاني نتركه هاي، انما قال انا درست هذا المذهب وهذا الدين وهذا، ووجدت طامات جدا كبيرة لا يمكن ان اغفل عن ارضاء الكبير، لا يمكن ان اغفل عن موضوع ارضاء الكبير. ويقول عمر 38 سنة وانا اعيش ان القاتل والمقتول كلاهما عدول، كلاهما في الجنة. موضوع ارضاء الكبير فقط فكروا وفتشوا، وانا لا اريد ان ادخل بهذا المحترك او هذا البحث، لا اريد ان، لان الكلمات دائما ما يجب او يجب على الشخص الذي يتكلم بارضاء الكبير ان يخرج بكلمات خادشة، وانا لا اريد ان اقوم بهذا الشيء. ايضا من الامور اللي يتكلم بها هذا الاخ المستبصر علي العاني، يقول انه انت يا حاج عادل الامي تعطي الفرصة الكاملة للضيف وللمستمع الكريم، ومن هنا اعقب واعيد واكرر، نحن يجب علينا ان نستمع للطرف الاخر، نحن يجب علينا ان نبين او نسمع منه وجهة نظره ونبين له وجهة نظره، نحن ليس في معركة، نحن ليس في نزال مصارعة او ملاكمة، انما نريد ان نبين نحن واياهم على اختلاف. وهذه ما او هذه النقطة تجرنا الى نقطة دائما ما يعلق بها احد او الاخوة، انه انت وهذه القناة تمثل الطائفية وتمثل انه مسألة قبل 1400 سنة لماذا تتكلم بها، اتركها ومن هذا القبيل. واقول المشكلة وكما قلت في فيديو الشيخ احمد سلمان اللي نزل او سينزل، انه المشكلة ليست بتفكيري الذي يفكر واناقش واطرح فكرتي، انما المشكلة بالشخص الذي لا يتقبل الطرف الاخر ولا يتقبل فكرة الطرف الاخر ولا يريد ان يستمع الى الطرف الاخر. فالاخ مثل ما يقول انه نحن ننظر اليكم انه انتم فسقة كفرة تعبدون الأمة، انتم تشركون بالله. وعندما دخل الى حضرة الامام الكاظم عليه السلام وجد عكس ذلك. إذن الاستماع هو السبب الرئيسي بأن يتشيع هذا الأخ، أن الحاج عدلامي أعطى المساحة الكافية للمتصلين. بعدها هذا الأخ أنه بيّن أنه أو قدح في باله أنه هذا البرنامج هو برنامج مختلف يسمع للآراء والأفكار، بعدها قرر الاتصال، بعدها بحث، بعدها بيّن أنه هذا الدين لا يمكن، أو قرر عفوا أنه هذا الدين لا يمكن أن أبقى عليه، إنما يجب علي أن أنتقل إلى نور محمد وآل محمد. فأقول هلا بموضوع الاستماع للطرف الآخر. حتى الآن بالتعليقات، حتى إذا وجدت تعليق مثلا سب لعن شتم، أنت لا ترجع وتسبه وتلعنه وتشتمه، إنما يجب عليك أن ترتقي بأخلاقك. مثلا هو خلف الكيبورد وأنت خلف الكيبورد، ما حد راح يستفاد أبدا وأطلاقا ونهائيا إذا رديت عليه بنفس الأسلوب، إنما يجب عليك أن توضح للشخص المنصف إنه أنت رديت عليه بإنصاف وبأخلاق، وبينت إنه هو شخص ليس من أهل العلم في شيء. بالتأكيد الشخص المنصف سيقدح أو سيتبين من خلال هذه التعليقات، من خلال هذه الردود، من خلال الفيديوهات، من خلال الاتصالات، من خلال هذه المناقشات والمناظرات، الفرق الكبير بين ما تمثله مدرسة أهل البيت عليهم السلام وما يمثله الطرف الآخر. وأيضا من أهم الأشياء وأبرزها حقيقة هو الموضوع اللي تكلم به الأخ، أنه عندما زار الكاظمية المقدسة وجدت في بابها أنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم وجدت في الأحاديث والأدعية الشيعية وأدعية الأئمة الاثنى عشر الرافضة التي كنا ننظر لكم بتكفير وبفسق، وجدت بهذه الأدعية أنه أنا عبد الله، ولم يقل أنه أنا الله أو أنا المعبود أو أنا أو أنا أو أنا، ومن هذه الكلمات الكاذبة التي يروجها أعداء الشيعة على الله برهانهم. إذن هذا شخص من آلاف من ملايين الأشخاص
اللي يكتشفون الحقيقة وبعدها ينصدمون بهذه الحقيقة، وبعدها يقول أنا والله أبكي، لا يمكن أن أتحمل على نفسي وأصبر نفسي أثناء الكلام. نعم هذه حقيقة عندما يكشفها أنه شخص مخدوع، بالتأكيد بالتأكيد ستكون له ثورة وتكون له فورة يبينها عندما يعلن استبصارا للنور محمد وآل محمد. وهذا فيديو اليوم حبيت أنه أبين وأروج وألخص وأركز على كلام هذا الأخ المتشيع الشيخ علي العاني لنور محمد وآل محمد. بالتأكيد إن شاء الله نرجع بفيديوهات قادمة تلخص وتروج هذا البرنامج القيم، سؤال بريء بالعلم بالأدب باحترام الطرف الآخر والإنصات إليه. الأيام القادمة إن شاء الله راح نركز ونعيد التركيز على هذا البرنامج، ونقول للشخص المنصف احكم، هذا دليلنا وهذا دليلهم. هذا الشخص المتشيع الآن هو أبسط دليل أمامك أيها الشخص المنصف، حتى تأخذ عينة ونموذج عن ما أنت أو ما أنت غافل عليه اتجاه مدرسة أهل البيت عليهم السلام. نوصل هنا إلى ختام الفيديو، إن شاء الله انتظرونا بفيديوهات قادمة. إلى ذلك الحين انتظرونا، خادمكم ومحدثكم علي، وفي أمان الله.